عليكم ورحمة الله. اليوم بإذن الله بدي أكمل تمارين ومسائل. السؤال الثاني من تمارين ومسائل بده ياني أحل نظام المعادلات. عندي معادلتين بدي أحلهم عن طريق الرسم. خلينا نبلش بالمعادلة الأولى. بالأولى بدي أجعل صاد موضوع القانون، وزي ما إحنا منتبهين إنه هو جاعل صاد موضوع القانون، صاد تساوي نص سين. خليني أعمل جدول سريع وأطلع فيه قيم سين وقيم صاد وأمثلهم بيانيا ونشوف كيف بده يطلع تمثيل هذا الرسم. شو ما بدي أخذ قيمة سين، قيمة صاد بدها تكون نصها. هون سين وهون صاد وهون الزوج المرتب، وإلا بنكتفي إحنا بزوجين فقط. طيب، كان قيم سين من عنا، هي باخد سين وهي صاد اللي هي نصها لسين، وهون الزوج المرتب سين وصاد. خلينا ناخد احنا 2 وخلينا ناخد 4. هلأ صاد تساوي نص سين، يعني نص الاثنين 1، نص 4 2. اذا الازواج المرتب 2 و1 و4 و2، دول بدي أمثلهم. يلا نمثلهم مع بعض بيانيا. حكينا التقسيم بده يكون متساوي. هاي 1 2 3 4 5، وهون نفس الاشي بده يكون التقسيم متساوي. اللي معه دفتر بياني بكون ممتاز، أحسن وأحسن. هون كمان بدي أقسم تقسيم متساوي. هون هون نفس الإشي. طيب خليني أنا أرقمهم هدول 1 2 3 4 5، وقد ما بدنا بنرقم 2 3 4، -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3. طب النقطة الأولى 2 و1، 2 سينات و1 صادات. هي 2 سينات و1 صادات، بطلع هيك وهيك هيك 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 هيك، هيك. هاي وصلت هاي النقطة اللي هي اسمها 2 و1، 2 سينات هون سينات وهاي صادات. النقطة الثانية 4 و2، هاي 4 سينات وهاي 2 صادات. لما أوصل بينهم طلع عندي هذا الخط المستقيم. طيب هيك هاي الرسمة الأولى، المعادلة الأولى. نيجي لبعض للمعادلة الثانية. المعادلة الثانية اللي هي عندي 2 صاد زائد 6 سين زائد 14، دخلي صاد موضوع القانون، 2 صاد يساوي 14 ناقص 6 سين، بقسم على 2 كل الأطراف بقسمهم على 2. صاد تساوي 14 تقسيم 2 7 ناقص 3 سين. إذا صاد تساوي 7 ناقص 3 سين. برضو بعمل جدول عشان أطلع قيم سين وقيم صاد وأعوضهم وأشوف الحل اللي هي نقطة التقاطع. نقطة التقاطع اللي هي الحل. هنا عندي سين، هنا صاد، هنا الزوج المرتب سين صاد والزوج المرتب سين وصاد. خلينا ناخد احنا 1 و2 مثلا، ناخد سين 1، او لو اخذنا نفس القيم 2 و4، او خلينا ناخد 1 و2. طبعا انتوا لكم حرية الاختيار شو بدكم تاخدوا، حرين. هلأ 1 لما بدي اعوضها بتصير 7 ناقص 3 ضرب 1 3 ضرب 1 3 7 ناقص 3 4. لما بدي اعوض 2 2 6 7 ناقص 6 1، اذا 1 و4 و2 و1. 1 و4، 1 السينات و4 الصادات.
بطلع 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 وبوصل هون، هاي النقطة الأولى. عندي اثنين سينات واحد صادات، هاي اثنين سينات وهي واحد صادات، انتبهوا هاي النقطتين صاروا هون، لما أوصلهم إذن تقاطع هو الحل، تقاطع الخطين هو الحل. شوف وين تقاطعوا، بوصل نقطة مع سين وبوصلها مع صاد، سين وصاد. هلأ مجموعة الحل بكتب إشارة المجموعة وبكتب جواها قوس، بدي أشوف قيمة سين وصاد. سين اثنين وصاد واحد، سين اثنين وصاد واحد، إذن يساوي النقطة اثنين واحد، هي تكون مجموعة الحل. يعطيكم العافية.